صباحي ديدي، جمعنا معاكم مشاهدينا، صباحكم ورد وصباحكم سعادة وصباح الخير يا عبد الله والأجواء الجميلة. صباحك خير سعادة يا رب. في مقولة اليوم أبي أبتديها، سئل أحد العباقرة لماذا تقرأ كثيرا؟ قال لأن الحياة واحدة ما تكفي. هذه المقولة تأكد على أهمية القراءة وضروريتها، ولأن القراءة دائما تنمي العقل. أنت شرايك؟ أنا أتفق وياك عبد الله 100%. طبعا القراءة تنور العقول وتعطيك يعني تلهمك لأفكار جديدة في حياتك، صح، وتزيد من الإنتاجية. لكن أنا بسألك، أكيد أنت تقرأ، لكن هل ما زلت تقرأ كتاب ورقي ولا إلكتروني؟ بصراحة أنا للحين متمسك بالكتاب الورقي، لأنه لا طابع مميز، لا خاصية تختلف عن أي شيء ثاني. ولازم قهوة بعد؟ لا أنا بالعكس أقرأ ممكن أي وقت، وما يحكمني حتى مكان ولا وقت معين. أنا اللي يحكمني يمكن قدرتي أني أنا في هذا الوقت لازم أقرأ، أو أحس أني أنا أقدر أني أقرأ. بس من تتحقق أو يتحقق هذا الشيء خلاص أبتدي في القراءة. ولكن الشيء الجميل هالفترة أن احنا قاعدين نسمع البودكاست، يعني يمكن الحين وأنا في الطريق جاي في السيارة خلاص أقدر أبطل لي شيء، ممكن أنا أسمع ملخص كتاب، وهذه أكثر شيء بالنسبة لي إنه حلو إنه أنا أقرأ أو أسمع ملخص الكتاب بدل لا أقرأ الكتاب كله، فأقدر أستفيد من الأمور اللي أنا فعلًا أبيها بدل لا أقرأ الكتاب. وتعرفين هالوقت يعني يمكن في وايد أمور قاعدة تشغلنا عن القراءة، فحلو لو الواحد يزود نفسه ويزود معلوماته بكتاب مسموع وبشكل سريع. يعني أكيد عبد الله بكل تأكيد، سواء كان مسموع ولا ورقي إحنا لازم نقرأ ولازم نزود عقولنا بالمعلومات الجديدة، ونقرأ في كل شيء في جميع المجالات فعلًا، لأن القراءة حياة داخلها حياة. يمكن إحنا نكتشف عوالم مختلفة، نكتشف أمور كثيرة من خلال القراءة. فدائمًا أنا بالنسبة لي أحب أشجع على القراءة. يمكن صج هاي الفترة أنا مقل في القراءة، لكن يمكن من بعد هذا اليوم خصوصا يمكن الحين 2023 على الأبواب لازم في وايد أشياء تتغير. إيه فعلا، صحيح، يمكن من الأمور اللي ممكن تتغير في حياتنا. صحيح بكل تأكيد عبد الله. ومن القراءة مشاهدين ننتقل لأولى فقرات حلقتنا لليوم. خلونا في البداية نشوف معاكم حالة الطقس وراجعين. مشاهدينا من عالم القراءة ومن حالة الطقس، والحين ننتقل معاكم إلى زميلنا العزيز جدا علي الحداد المتواجد في السوق المركزي. أول شيء صباح الخير علي. صباح الورد. صباح النور عبد الله، وأجمل التحية أيضا لك وللزميلة دلال وكل طاقم البرنامج. وبالتأكيد دائما مثل ما عودناكم كل أسبوع من السوق المركزي، الأربعاء يكون للحوم والأسماك، ويوم الأحد بالتأكيد للخضروات والفواكه. ولكن تعقيبا على مدار اليوم الحديث حول القراءة سواء في التابلت أما من القراءة المباشرة من الكتب، مثل ما كلمتني الزميلة مشرفة البرنامج سكينة، بالتأكيد أنا أفضل القراءة على التابلت عوضا عن القراءة في الكتاب. ولكن قبل أن ننتقل للحديث أكثر مع الزملاء عبد الله ودلال، ينضم لنا من هذا المنبر دائما السيد يوسف الذوادي مأمور ضبط قضائي في وزارة الصناعة والتجارة. ويا هلا مرحبا فيك يوسف. يا هلا مرحبا فيك أخوي علي، أصبح عليك بالخير وأصبح كذلك على السادة المشاهدين والأخوة والأخوات في الاستديو. شرف لي الحقيقة أن أنا ألتقي للمرة الثانية أمام إعلامي محنك وأمام أبطال في الاستديو وأمام شاشة عريقة وهي شاشة تلفزيون البحرين. إن شاء الله نكون ضيوف خفيفين عليكم في الفقرة يا رب. إن شاء الله شرف لنا طبعا يا يوسف. دائما يوسف بالعادة أول ما بلش فقرتنا نسأل عن الحال للسوق بشكل عام، كيف هو الحضور اليوم، كيف هي الحركة داخل السوق. طبعا أخوي علي بحكم أن اليوم يوم الأربعاء، يعتبر طبعا يوم الأربعاء نهاية الأسبوع، فبالتالي تكون الحركة فيها بسيطة. من المتوقع بإذن الله تعالى أن تكون الحركة الأكثر انتعاشا يعني نشاطا غدا بإذن الله وأيام الويكند وبداية الأسبوع بإذن الله تعالى. يوسف يعني قبل
الحضور لهذا يعني لهذه الفقره كان هناك بعض الاستفسارات من بعض الاشخاص، كان يقولون لي انه مثلا هل لو كان هناك يعني مخالفه لتاجر معين خارج اوقات الدوام هل يعني يحق لي موظف مامور ضبط القضاء من وزاره الصناعه والتجاره ان يتخذ الاجراء في نفس الوقت ام لا ينتظر يعني خلينا نقول دوام رسمي ليتخذ الاجراء المناسب؟ وضعنا على عاتقنا اخوي علي بحمايه حقوق المستهلك والتاجر بخلق بيئه اقتصاديه سليمه وامنه، متى ما استوجب الامر يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه فورا حتى ولو كان خارج اوقات الدوام العمل الرسمي. اخوي علي احنا لا ننظر الى الساعه اذا انتهى الدوام او لم ينتهي، وانما ننظر الى الاهداف اللي نسعى لتحقيقها، ننظر الى الانجاز، ننظر الى العطاء لخدمه مملكه البحرين. واكد لك اخوي علي بان مامورين الضبط القضائي وبعيون ساهره على اتم الجاهزيه لاتخاذ الاجراءات القانونيه ولو كانت في الساعات المتاخره من الليل. سؤال ما قبل الأخير طبعا قبل الانتقال للأسعار، اليوم الأسعار تتغير ولكن تغيير طفيف، طبعا وزارة الصناعة والتجارة لا تتدخل في موضوع الأسعار، هي قائمة على التجار الموجودين اليوم، ولكن كيف يعني يحدد هذا السعر؟ هل التاجر يحدده؟ هل إجماع من مجموعة من التجار؟ هل يعني خلنا نقول ظروف السوق هي من تحدد أم من الذي يحدد السعر بالتحديد؟ بالطبع أخوي يعني طبعا مبدأ مملكة البحرين هو نظام الاقتصاد الحر أو مبدأ يعني خلنا نقول ما يتعلق بالحرية الاقتصادية. الوزارة لا تتدخل من حيث نطاق تحديد الأسعار، وإنما طبعا أسعار السوق خاضعة ل يعني السوق نفسه من حيث العرض والطلب، وتتأثر بالارتفاع سواء كان بكلف الإنتاج أو سلاسل التوريد أو خلنا نقول يعني الشحن أو التأمين وغيرها من العوامل. الوزارة لا تتدخل من حيث تحديد الأسعار، وإنما تتدخل بالتدخل الفوري إن كان هناك تجاوزات أو ممارسات غير قانونية سواء كان الاحتكار أو الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار وغيرها من الممارسات أو التجاوزات الغير قانونية. جميل جدا يوسف، ننتقل للأسعار ونبدأها بالأسماك. طبعا بالنسبة للأسماك الصافي دينار للكيلو بالنسبة طبعا للحجم الكبير، وبالنسبة للحجم الصغير الصافي دينار ونصف الكيلو. الشناد البحريني الحجم الصغير 3 دينار للكيلو، الشناد البحريني الحجم الكبير تتراوح ما بين 4 دينار إلى 4.5 دينار، الهامور البحريني 5 دينار ونصف الكيلو، الشعر البحريني 2.5 دينار للكيلو، الفسكة تتراوح ما بين 2 إلى 2.5 دينار للكيلو، الميد 3.5 دينار للكيلو، الربيان الحجم الصغير 1.5 دينار للكيلو، الربيان الحجم الكبير 3.5 دينار للكيلو، القباق بدينار للكيلو. جميل. وبالنسبة للحوم بالنسبة للحوم احنا نقسمها لشقين، لحوم الأغنام ولحوم الأبقار. بالنسبة للحوم الأغنام النعيمي 5 دينار للكيلو، الصومالي 4 دينار للكيلو، التنزاني 2.6 دينار للكيلو، الكيني 2.5 دينار للكيلو. بالنسبة للحوم الأبقار لحم البقر العربي 3 دينار للكيلو، ولحم البقر الباكستاني 2.2 دينار للكيلو. هذا ما يتعلق بلحوم الأبقار. بالنسبة للقشريات؟ بالنسبة طبعا الدجاج القشريات طبعا بالنسبة للقشريات ذكرناها بالنسبة ما يتعلق للأسماك وحددنا طبعا سعرها. الدجاج بالنسبة طبعا للدجاج الله يسلمك طبعا الحجم ذات 1000 المنتج السعودي تتراوح الأسعار ما بين 1.5 دينار إلى 1.8 دينار، تختلف لكل شركة على حدة من حيث السعر. طبعا يوسف احنا دائما شاكر لك هذا اللقاء الطيب وهذه المعلومات اللي تثري فيها دائما هذه الفقره، ولكن قبل ان ناخذ النصيحه منك راح اسالك سؤال دائما اسال جميع الزملاء، ما هي الاسماك المفضله لديك في البحرين؟ طبعا كل سمك يعيش على ارض ديرتي البحرين غالي علي، فليس هناك اي نوع من حيث السمك. جميل جدا. ما هي نصيحتك الاخيره لكل من يزور السوق المركزي وبالتحديد سوق الاسماك؟ طبعا نصيحتنا اليوم للمستهلك اكدوا عليها طبعا اخواني مامورين الضبط القضائي ونؤكد عليها الان في هذه الفقره، قبل اتخاذ قرار الشراء نتمنى من المستهلك يعني المقارنه ما بين السلع من حيث السعر ومن حيث المنتج ومن حيث الحجم. يعني في هذه طبعا انت اتخذ الان سمك، طبعا انت في هذه الخطوه حققت هدفين، الهدف الاول مراعاة للإمكانية والهدف الثاني عززت روح المنافسة اللي تخدم المستهلك. جميل جدا. طبعا يوسف أذوادي مأمور ضبط قضائي وزارة الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك ويا يعطيك العافية. طبعا مشاهدينا مثل ما شفتوا كان معنا يوسف الذوادي أعطانا فكرة عامة عن الأسعار وبالتحديد طبعا هي هذه الجزئية اللي راح أتكلم عنها اليوم. أنا ويوسف قبل أن نبدأ بزيارتنا للسوق ويعني التجول مع تجار هذه السوق كان لنا بعض الأسئلة بخصوص السلمون وأيضا القباقب. السلمون كان
هذا هو السؤال الزميلة العزيزة دلال، بما أنها تتبع رجيم وتتبع نظام صحي غذائي يعني خلينا نقول سليم، والقباقب والخثاق هو للزميل عبد الله، بس ما نعرف شنو الطبخة ولا المقادير، هذه راح نسألها اليوم. سؤال موجه لزميلي دلال والزميل أيضا عبد الله، المايك لكم. يا سلام والله يوعنا علي الحداد، يعني أنت ضربتنا على الوتر. طبعاً السلم والمشوي وايد لذيذ مع شوية ليمون، وكأنك ما أعرف هل هو متواصل مع الوالدة، لأن اليوم إحنا غداننا أصلاً بيكون في البيت قباقب. يا سلام، يعني أنا ما أعرف عليش قاعد يسوي وشلون قاعد توصل له المعلومات، لكنه فعلاً ضرب على الوتر مثل ما قلتي. بالضبط صراحةً إحنا جداً سعداء بهذه الفقرة وبتواصلك، وأيضاً إن أنت مركز يعني في حياتنا إحنا إيش قاعدين نسوي إيش ناكل. فعلاً علي أنا ما بختم الحين، أنا عندي لك سؤال ثاني. اسمعني. تفضل. علي أنت دائماً تسأل الناس ودائماً يعني من خلال أسئلتك تفاجئهم، فالناس ساعات ما تقدر أو ما يقدر الشخص إنه هو يفكر. فلذلك انت الحين على الهواء، فيمكن انا الحين بكون لسان الناس او لسان الاشخاص اللي انت دائما تسالهم. نبي نسالك شنو امنيتك في العام الجديد، وشنو اجمل شيء تحقق في 2022؟ السؤال الصعب اللي كان عند كل الناس اللي كنت تسالهم. جميل جدا. طبعا امنيتي بالتحديد هي اولا السلام والمحبه لجميع يعني خلينا نقول دول العالم، وبالتحديد مملكه البحرين اتمنى لها دائما الرخاء والازدهار في ظل القياده، وفي ظل يعني هذا يعني القياده الرشيده، وفي ظل محبه جميع المواطنين لهذا البلد الطيب. هذا اولا على المستوى الشخصي، بالتاكيد اتمنى الصحه والعافيه لي ولعائلتي وبالتحديد الوالده. وعلى المستوى خلينا نقول يعني المهني، اتمنى دائما التطور. وبالنسبه حق امنياتي للعام الجديد، بالتاكيد اتمنى انه اطمح الترقي والتطور في مجال المهني معاكم ان شاء الله كزملاء، ونرتقي ببرنامج شمس البحرين بإذن الله. بإذن الله دائما متميز ودائما متألق يا زميلنا علي الحداد، نتمنى لك كل التوفيق. كل التوفيق وكل الخير لك بإذن الله يا رب. مشاهدينا، والحين بننتقل معاكم لفقرتنا المحببة جدا وهي المميزة دائما، وهي فقرة طبيعة مع زميلتنا سبيكة الدوسري. نتابع. صباح الخير مشاهدي برنامج شمس البحرين. تتوفر للنباتات العديد من الأسمدة، منها الصناعية والعضوية أيضا، ويمكن لأي مزارع إنتاج السماد العضوي من بقايا الطعام بالمنزل لاحتوائها على العناصر الغذائية الممتازة. خلونا نتعرف أكثر على كيفية تصنيع هذه الأسمدة مع أخصائية الزراعة منال بوتشيري. صباح الخير أستاذة منال. صباح النور. حابين نتعرف أكثر عن موضوع الأسمدة وشلون نقدر نفرق ما بين السماد العضوي والسماد الصناعي. طبعاً الأسمدة العضوية نأيدها دائماً لأنها طبعاً مشتقات طبيعية، ونأيد دائماً يعني استخدامها حق الأشياء العضوية اللي هي المأكولات اللي بناكلها، الأشياء اللي بنزرعها تكون غذاء للإنسان، فيفضل أن نستخدم أسمدة عضوية. أما الأسمدة الكيميائية نستخدمها حق أشجار الزينة، يعني الزهور والشغلات هذه الخارجية. جميع البقايا الطعام اللي إحنا ناكلها كبشر، يعني هل هي تصلح إن نخليها أسمدة عضوية ولا في أنواع معينة؟ في أنواع معينة، مواد طبعاً في نيتروجينية وفي مواد كربونية إن شاء الله بنتعرف عليها. طبعاً الأشياء الثانية النشويات مو ممكن إحنا ندخلها، فبنتعرف ان شاء الله على المكونات. النشويات يعني بشكل عام احنا ما ندخلها نهائيا. لا. في الاسمده في صنف معين ان شاء الله نتعرف عليه الحين. تعرفين على الموجود؟ طبعا مثل ما تشوف هنا عندنا اشوف عظام. اي هل العظام تدخل في الاسمده؟ اي نعم، مثل ما تشوف هنا العظام هذه من بقايا الطعام اللي كلناه. طبعا نغسلها ونعرضها الى الشمس تجف. وفي اليه عديده حق تصنيع السماد، في اليتين حق يعني تصنيع السماد من العظام. هل احتاج اله معينه او هو ترتيبات نمشي عليها؟ هو في الات مثلا الطحن افضلها هذه يعني تكون خاصه حق الاسمده، ما استخدم فيها يعني تكون من المطبخ الاكل العادي. مثل الحين هذا اللي عندنا العظامه، طبعا يكسر العظم عقب غسله وتعريضه للشمس، وايضا انا عرضه يعني حق حراره الميكرويف
احطها تقريبا 10 دقائق في الميكرويف. يعني بعد ما انا اغسلها احطها في الشمس بعدها احطها بالميكرويف لمده تقريبا 10 دقائق بس مو يعني اقل 10 دقائق علشان في اشعه يعني تكون مناسبه انها تقتل الجراثيم. بعدها نكسرها وندخلها في مطحنه ونحصل على مسحوق نوع مثل ما نشوفه هذه. شنو اللي بيستفيد النبات من العظام؟ في حاولت ان ندخلها في الفرن اشياء نيتروجينيه عندك وكربونيه مختلفه. عندنا هني الثاني هني هاي كسرناه وطحناه يكون عندنا هني مثل ما نشوف هذه او العظام هذه. مسحوق العظام يحتوي على عنصر الفسفور. العنصر الفسفور وايد مفيد حق الجذور، تقوية الجذور. لما تكون الجذور قوية فقابليتها امتصاص المكونات الغذائية في عندنا التربة ممتازة، فهني النبات بيحصل على جميع الغذاء. لأن ساعات بعض المكونات موجودة في التربة بس ما تمتصها النبتة عدل. نشوف بعد عندنا العيش أو الأرز. ماء الأرز طبعا الأرز هني نشغله. ماء الأرز شلون طريقة تصنيعه؟ إنه أحط ماء أرز في الماء هذه وأخلي في مكان مظلم مثلا ضلم. في أي كبت أو أي درج عندنا في المنزل نخلي القطة شوي فاتح لأن بينبعث منه غازات. نخلي مدة 3 أيام بنحصل على محلول بكتيريا نافعة في الماء دي. في بكتيريا نافعة مفيدة حق التربة. عندنا القشور البيض والعظام وأيضا شنو عندنا؟ عندنا أيضا عندنا قشور وعظام الأسماك يعني مثلا ننظف الربيان القباقب لما نحصله نغسله نعرضه إلى أشعة الشمس. هاي طبعا هذه المواد دائما احنا نستقل راحة الحديقة في الموسم الصيفي يكون الأصناف بسيطة في الزراعة والشمس حارة نستقلها في ان احنا نصنع أسمدة عشان نستخدمها في الموسم الزراعي او في الشتوي اكثر. يعطيك العافية استاذة منال، شكرا على المعلومات القيمة اللي دائما تتحفينا فيها. الله يعافيك. الله يسلمك. هذه كان موضوعنا لليوم، ان شاء الله نشوفكم في موضوع ثاني الاسبوع القادم. مشاهدينا، من الطبيعة ننتقل إلى الطبيعة البشرية وللذكاء العاطفي دور مهم في تحقيق النجاح والتميز في الحياة الاجتماعية والوصول للعديد من المكتسبات وتحقيق الأهداف في الحياة المهنية أيضا. فعلا دلال، الموضوع هذه أو الذكاء العاطفي فن ومهارة يتمتع فيها القليل من الأشخاص. احنا بنتعرف على تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، خلينا نتابع معكم هذا التقرير ورجعين مع ضيفتنا في الاستديو. استخدم مصطلح الذكاء العاطفي لأول مرة من قبل أستاذ علم النفس السريري مايكل بلودوك عام 1964، وانتشر هذا المصطلح عندما قام المؤلف وعالم النفس الأمريكي دانييل غلومان بنشر كتاب بعنوان الذكاء العاطفي عام 1995، وحظي هذا المفهوم باهتمام واسع خاصة من قبل أرباب العمل. ويفسر الذكاء العاطفي على أنه قدرة الشخص على التعرف على مشاعره ومشاعر الغير وحسن إدارتها، ويتميز الأذكياء عاطفياً بالوعي والتمكن من تسخير العاطفة في خدمة الأهداف. مشاهدينا، رجعنا لكم من جديد، ومثل ما عرفنا في التقرير السابق بداية ظهور مصطلح الذكاء العاطفي ومفهومه، وراح نستكمل حوارنا مع تفاصيل أكثر ومعلومات أكثر حول هذا الموضوع مع الأستاذة سحر حمدي، مدربة دولية معتمدة وباحثة في التوجيه الأسري والإرشاد الأسري. صباح الخير. صباح الورد، أخباركم إيه؟ صباح الخير. عاملين إيه في الجو ده؟ وايد جميل، جو فعلا جميل و في طاقة إيجابية مختلفة. صحيح. يعني دائما يخلي هذه الأجواء، يمكن في ناس تحس بالكسل أو إن هي ممكن تتكاسل، بس بالنسبة لي أنا بالعكس هذا الجو يعطيني دفعة إيجابية أكثر. انطلاقة. نعم. صحيح. أنت شلون أستاذة سحر؟ كله تمام الحمد لله. موضوعنا النهاردة ثري. فعلا فعلا. أستاذة سحر، يمكن اليوم
لو بنتكلم عن الذكاء العاطفي والذكاء العقلي، هل فعلا كل شخص عنده هذا الذكاء، الذكاء العقلي ممكن هو يكون ذكي عاطفيا ايضا، او في فرق او في شتان ما بينهم؟ شوف، هو احنا عندنا ذكاء عقلي وعندنا ذكاء عاطفي، ده مصطلح وده مصطلح تاني. الذكاء العقلي بيمكن قياسه، يعني انت ممكن يبقى عندك طفل وبتجيبه تعرف عن طريق اختبارات، تعمل له الاختبارات دي وبتقدر تعرف عمره العقلي قد ايه. فبتحسب عمره العقلي وتقسمه على عمره الزمني وبتضربه في 100. بالطريقه دي بتقدر تعرف هو مستوى ذكائه قد ايه. طبعا الذكاء ده شيء مهم جدا وبيساعد في التحصيل الدراسي بشكل جيد جدا وبيخلي الانسان يتفوق، ده شيء يعني مما لا شك فيه. لكن بقى يا ترى مصطلح الذكاء العاطفي ده بيعمل ايه وبيحقق ايه وهو مهم لمين، تاثيراته ايه، ايه القدرات، ايه العلامات المميزه للناس دول؟ صحيح. ده اللي احنا عايزين نعرفه مع بعض النهارده. نعم، اليوم استاذ السحر، يعني ايش كثر يمثل الذكاء العاطفي من اهميه للطبيعه البشريه خصوصا في المجتمع؟ شوفي، انت سالتي سؤال جميل جدا، هو مهم جدا جدا. ليه؟ لانه كل القطاعات محتاجه للذكاء العاطفي، بداية من إن الواحد وهو طفل بيدرس في المدرسة بيكون له إما أصحاب أو إنه بيكون قاعد لوحده ومنطوي، وبالتالي ده بيكون مؤشر لو هو كان منطوي على وجود خلل ما جوه الطفل ده. بعد كده بيطلع لوظيفة، إما إنه هو بيكون شخص إيجابي ومتفائل وشخص تحبي تقعدي معه، عارفة لما تبقي قاعدة مع حد ومش عايزة اللقاء يخلص، أنت مبسوطة. صحيح. إيه اللي بيحصل؟ وده على فكرة بتلاقيه ممكن مع مثلا جدة أو شيء، يعني مش بالضرورة تكون عالمة يعني. صحيح. لكن بيبقى فيه كده شيء من القبول، القبول ده هو اللي بيساعد على إتمام وظائف الحياة المختلفة، سواء في مجال التحصيل الدراسي، سواء في مجال العمل، سواء في مجال الحياة الأسرية، على المستوى الأصدقاء. يعني الذكاء العاطفي ده داخل معانا في كل، وبالعكس بقى ده مش هو بس داخل وكده، لا لا، ده له دور وتأثير خطير جدا على المجتمع. صحيح. زين استاذ السحر، الحين احنا وايد تكلمنا عن مواضيع او اهميته او حتى شنو الفرق ما بينه، هو كذكاء عاطفي شنو هو وشلون نقدر احنا نستخدمه في حياتنا؟ شوف، احنا عايزين نعرف هما مين الناس اللي عندهم ذكاء يعني عاطفي، بيتميزوا بايه، ايه العلامات اللي بتبقى عندهم؟ الشخص اللي تلاقيه واعي بذاته وعنده انضباط انفعالي، وهو عنده كمان واعي بالآخرين، يعني الوعي والإدراك بالذات وبالآخرين، بمشاعر الآخرين. شوفي، بيقولك أرسطو إيه، جملة حلوة قوي قوي قوي، بيقولك إنه أي إنسان ممكن يغلط، ومن السهل جدا إنه هو يغلط، لكن مش أي إنسان يقدر إن عفوا يغضب، ولكن مش أي إنسان يعرف يغضب في الوقت المناسب بالشكل المناسب مع الشخص المناسب. ده هنا هو تكمن الصعوبة. ولما نيجي نشوف في التراث الديني بتاعنا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بعدم الغضب. طب ليه؟ هو مين الشخص اللي يعني يقدر يتحكم في نفسه وقت الغضب ده، وقت الخوف، وقت عارفة اللي هو لما تبقي كده في دهشة، مين اللي يقدر يتحكم؟ ده شخص أكيد يتميز بصفات معينة، الصفات دي هي التحكم في الذات، وهي إدارة الذات. مش احنا بنتكلم على إدارة الذات؟ صحيح. صحيح. بتيجي من هنا بقى، مش كده وبس، بيتمتع بشخص بيكون لين، بيكون هين، هاش باش، فيه وضاءة، يعني تلاقيه كده محبوب. ليه محبوب؟ لأنه شخص قادر على التعاطف مع الآخرين، يقدر إن هو يفهمك، يقدرك، يحترم مشاعرك، ما يقللش منها، ما يسخفش من مشكلة جاية. أنت مثلا جاية لي بمشكلة بتتكلمي عنها، بس أنا شايفة أن هي صغيرة جدا، ممكن أسخفها وأهيفها، ها؟ وممكن بشكل تاني أتعامل معها، وده نوع من أنواع حل المشكلات. فيبقى إحنا عندنا النجاح، النجاح العالي في الشغل، خاصة في الشغل بيتميز بيه أصحاب الذكاء العاطفي، لأنه ممكن واحد يكون ذكي جدا ويشغل منصب وما إلى ذلك، ولكن هل يستطيع أن يرتقي فيه؟ هو ده السؤال. إنك توصل لقلوب الناس هو ده الصعب. صح. مش سهل. نعم. صحيح.
يعني اليوم استاذ سحر، مثل ما سمعنا او قرانا في دراسات تقول ان البنات دائما عندهم ذكاء عاطفي اكبر من الرجل، وخصوصا البنات المراهقات او البنات الصغار اللي في سن صغير. يعني احنا متحيزين اليوم. انا متحيزه ابدا ابدا، لان فعلا انا كنت اشوف حتى الاطفال دائما خصوصا البنات عندهم ذكاء عاطفي كبير، دائما هي تقدر توصل مشاعرها او شيء اللي هي تبيه للاب بشكل اسرع. يمكن انا اتفق مع هذه الدراسه. اول مره تتفق معي. طب الحمد لله، احنا دلوقتي بنتفق اهو. على فكره البنات عندهم وهم مؤهلين بذلك، هم مخلوقين كده. نعم. ليه؟ لانه ان انت يبقى عندك قدره على الاحتواء، احتواء الاخر، ومش بس الاخر، هي بتحتوي الزوج، بتحتوي الابناء، بتحتوي العيله كلها. صح. ها، فالمراه عندها القدره العاليه دي. فايوه الجنس الانثوي ده هو الناعم، هو القادر على احتواء الجميع، ولذلك المراه هي صانعه الرجال، فهي المربيه الاولى للمجتمع كله. صح، اليست كذلك؟ صح. هي كذلك. صحيح. سادة سحر، يعني اليوم احنا في اشخاص تبارك الرحمن عندهم هذا الذكاء العاطفي، وفي اشخاص ينقصهم هذا الشيء، والحياه اكيد كذي في تفاوت ما بين الاشخاص. بكل تاكيد. شلون الاشخاص اللي ما عندهم هذا الذكاء العاطفي بودهم انهم يعني على الاقل يتزودون ببعض الامور اللي ممكن تخليهم في حياه اجتماعيه ايجابيه، في حياه عمليه أكثر مرونة وأكثر سهولة؟ شوف، إحنا لابد من وجود التوافق والتكيف في المجتمع. قلة التوافق والتكيف ده بيسبب إلى تعطيل المهام على جميع المستويات، يعني ممكن حتى تعطيل المهام الزوجية، تلاقي الزوجة مكتئبة وتلاقيها مش عارفة تتعامل مع الناس اللي حواليها. طيب لما الإنسان بيصل إلى مرحلة تعطيل وظيفته أي ما كانت هذه الوظيفة، إحنا عندنا وظائف متعددة. صحيح. في الحقيقة ساعة ما بيحصل التعطيل ده، فيبقى لابد ان انا ألجأ لحد يساعدني كموجه او مرشد اسري بيساعده على تنمية المهارات دي. ليه بقى؟ لانه هذه الامور هي مكتسبة، يعني الانسان بيتعلم من اللي حواليه. نعم. اتعلم انه هو يكون شخص متبلد الحس، ممكن قوي. اتعلم انه هو يكون شخص لا مبالي، ممكن برضو. فانت بتعلمه ازاي يكون ايجابي، ازاي يكون له دور، ازاي يكون متفائل، ازاي يكون مستوعب للي حواليه. دي مهارات، ومهارات هامة وغاية في الأهمية، لانها بتشير الى التطور النمائي المعرفي عند الانسان، وبتشير الى أهمية التوافق الداخلي اللي عنده وسلوكياته الإيجابية والصحية. لا تنسى أن للدور الذكاء العاطفي دور غاية في الأهمية على الصحة النفسية، بل وعلى الصحة العقلية. نعم. اليوم أستاذ السحر، يعني شلون إحنا ممكن نعزز من الذكاء العاطفي؟ يعني في ناس مثلا كثيرين يجهلون فوائد الذكاء العاطفي، إنه هو شلون ممكن حتى يسهل علينا حياتنا، علاقاتنا الاجتماعية، علاقاتنا في الشغل، يأثر بشكل إيجابي على مستقبلنا. فشلون إحنا ممكن نعزز هذه الخصلة فينا؟ شوفي، القراءة، أنتوا بدأتوها بالقراءة. بدأناها بالقراءة فعلا. نعم. صحيح. اقرأ باسم ربك. أيوة، يعني ده أمر رباني بالقراءة. القراءة، الدراسات، يعني أي حد مننا ممكن يدخل على النت ويتعرف على كمية الدراسات العلمية، سواء في دراسات ماجستير أو الدكتوراه، مليئة بالدراسات اللي بتبحث هذه الأمور والمهارات في التوافق في الإنساني والمجتمعي لتحقيق أعلى درجات التوافق في المجتمع. نعم. فبالقراءة الإنسان ممكن أنه هو يبدأ المعرفة، وبالتالي يحتاج للتدريب. التدريب هو أهم خطوة، لأنه عن طريق التدريب أنت بتكتسبي المهارة. نعم. ومش بتطلعي منها إلا وأنت خلاص أصبحتي بتمارسيها، وهو ده النجاح. صح فعلا. نتمنى كل حياة الأشخاص أو كل شخص ممكن تابعنا الحين حياته دائما مليئة بالنجاح، ويكون ذكي عاطفيا، وهذا الذكاء اكيد بيفيده في كل جوانب حياته. نعم. صحيح. سحر حمدي، احنا جدا شاكرين لك وجدا سعيدين بهذا اللقاء. يمكن كان شوي سريع، لكن اكيد في معلومات كثيره للاستاذه سحر حمدي، مدربه دوليه معتمده وباحثه في التوجيه والارشاد الاسري. شكرا جزيلا على وجودك. شكرا لكم، سعدت معكم. شكرا لك. اهلا وسهلا. مشاهدينا، ننتقل إلى فقرة أخرى. يعني مو بس الذكاء العاطفي اللي ممكن يخلي حياتنا وردية، أيضا فقرة مقتنيات يمكن تكون وردية.
بكل تأكيد ممكن تكون ذهب من ذهب ذهبية طبعا فعلا. ذهب زينة وخزينة وهالأيام الحين الناس قامت تتهاجى كله ذهب يقولون الذهب نازل اي بس يعني اتوقع الحين قاعد يرتفع فمو بفرصة حلوة ان الشخص يشتري الذهب يبيع كان ولا يبيع ينتظر اكثر لانه بعد بيرتفع اكثر بس اكيد يا عبد الله يعني دائما لما احنا نبي نحافظ على مقتنياتنا لازم يكون لها خلينا نقول نفس التغليف نفس البوكسات نفس الاشياء يحفظها لان المقتنيات دائما تكون من اسمها مقتنيات صح. هو يعني ما اخذ الشخص هذا الشيء الا لازم يحطه في مكان مناسب له صح. عشان يحتفظ فيه أشياء ثمينة لازم نحافظ عليها عشان تبقى لنا وخلونا مشاهدينا نشوف فقرة مقتنيات مع الزميلة خديجة الكوهجي نتابع يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا أرحب فيكم في فقرة جديدة من مقتنيات تنظم مؤسسة لكجرينا ستيديو ورشة عمل مهمة جدا في مجال بيع المجوهرات وفيها معلومات يجب على الشخص أنه يتعلمها قبل دخوله في هذا المجال وللحديث أكثر حول الموضوع معنا في الاستيديو مؤسسة لكجرينا ستيديو أمل الماجد صباح الخير أمل صباح النور خديجة نورتيني طبعا اليوم في الاستيديو هذه المؤسسة اللي يعني أنا حسيت أن الهدف منها جداً جميل وجداً يضيف حق مجال المجوهرات بشكل خاص شنو الهدف أن أنتوا أسستوا هذه المؤسسة؟ احنا في مؤسسة لكجرينا نختص بتدريب أو بحرنة وظيفة بيع المجوهرات مو بس بيع المجوهرات احنا يعني نختص في أكثر من شغلة خصوصاً أن مجال المجوهرات مجال وايد مهم في الاقتصاد البحريني واحنا حابين ندعمها بشكل ازيد من المعلومات اللي عندنا اياها ومن خبراتنا فالدوره متخصصه في ان احنا نعلم الكوادر البحرينيه شلون تقدر تبيع في محلات المجوهرات وشلون ترفع من مبيعات المحلات نفسها هذه الورشه هل فقط تفيد اصحاب المجوهرات يعني اصحاب محلات المجوهرات ولا ممكن هي تفيد ايضا اصحاب المحلات اللي يقتنون اشياء ثمينه الاثنين احنا نركز فيها على قطاع المجوهرات ان جنرال يعني هو اللكجري برودكتس اللكجري برودكتس ممكن تكون احجار كريمه ممكن تكون مجوهرات ممكن حتى تكون جيفت ويرز او ساعات حتى في بدايه تاسيس المشروع يعني احنا نشوف وايد شباب الحين ما شاء الله قاعدين يدشون قطاع المجوهرات ففي بدايه تاسيسهم لهذا المشروع شنو الاشياء اللي لازم تتوفر عندهم هو طبعا وايد اشياء اول شغله لازم يكون ملم بمجال المجوهرات في معلومات وايد مهمه كبائع او صاحب عمل انه هو يكون فاهم المجال يعني في معلومات مثلا عن المعادن عن الاحجار وايد اشياء الشغله الثانيه اللي حنتطرق فيها عن اللي هو مهارات البيع نعم. مهارات بيع المجوهرات جدا مختلفه عن اي سلعه ثانيه شلون تختلف امل يعني اذا تفصلين لي في ذي النقطه بالتحديد كل قطعة في المجوهرات لها مميزات وفوائد هاي الشغلة مهمة حق أي زبون بيتعامل فيها وياك بيحس بالثقة أن أنت عارفة شنو هالقطعة شنو نوع المعدن شنو نوع الحجر شلون أتعامل مع القطعة نفسها أن أنا أحافظ عليها يعني القطعة لما أشتريها أنا اليوم أبي أحافظ عليها لعشر سنوات تكون القطعة نفسها وتحافظ على قيمتها أيضا صح لأن في أغلاط معينة إحنا نسويها مع المجوهرات تفقد اللي هي الأحجار مثلاً اللي فيها تفقد رونقها فإحنا هاي الأشياء وايد مهمة كبائع وصاحب محل مجوهرات إن تكون تملم فيها يعني على سبيل المثال اللؤلؤ وايد منه اللؤلؤ وايد ثمين واللؤلؤ لما يعني يخترب ما يتعدل أبداً خلاص نفقده وحنا عارف إيش كثر هو له قيمة فهاي التبس لازم كبائع يكون معطيها حق الكاستمر الكاستمر تحس ان هي عندها ثقة ازيد بالمعلومات لما يعطيها هي معلومات مهمة بالنسبة لها نعم اللي عرفته منك ان انتو الهدف من تأسيس لكجرينا ان انتو تدعمون قطاع المجوهرات ايضا بشكل خاص يعني صح. شنو الخدمات اللي تقدمونها لهذا القطاع احنا نبدي معاهم من نقطة الصفر لو كان شخص مثلا حاب يبدي المشروع وهو ما عنده ولا شيء معلومات نعطيه المعلومات من البداية التصميم شلون مثلا طريقة التصنيع بعدين نروح حق المبيعات طرق البيع
طرق الصيانة، طرق التنظيف، يعني نبدي إياهم من البداية من الصفر، حتى كبراندينج نشتغل فيه، كباكيجينج نشتغل فيه، يعني نشتغل مع المشاريع اللي هي ناشئة من البداية. وإحنا الهدف الأسمى إنه هو إن هذا القطاع ننمي أزيد، سواءً عن طريق دعم أصحاب المشاريع أو اللي هما العمالة البحرينية أو الكوادر البحرينية، بحيث إنهما يقدرون يشتغلون في هاي المجال. نعم أمل، طبعاً من البداية حتى اللي ما عنده خلفية يقدر إنه هو يفتح مشروع معاكم، صح؟ صح. تعطونا كل المعلومات على طبق من ذهب، وهذه أتوقع عصارة خبرات أمل الماجد. صح. في السنين اللي طافت كنت أنت أسستي المحل بروحك، صح ولا لا؟ صحيح، هو أنا بديت قبل تقريباً 13 سنة، ما كانت عندي أي خلفية في مجال المجوهرات، وكلها هذه عبارة عن خبرات وبحث أنا يعني سويتها بروحي، فهذا حين قاعدة أوصلها حق اللي هو الكوادر البحرينية عشان إحنا ننمي هاي المجال اللي هو من أهم المجالات الاقتصادية في البحرين. من الصعوبات اللي تواجه رواد الأعمال خصوصاً اللي توهم بادين في المجال اللي هو توفير هذه الشغلات مثل البوكسات الراقية، البرودكتس المختلفة، المنتجات المختلفة، فشلون أنتوا تساعدونهم في ذي الشغلة؟ إحنا نبدي وياهم من البراندينج. إيه؟ مهم إحنا نعرف الأمج اللي هو يبي يطلع فيها. على الأمج اللي هو يبي يطلع فيها accordingly إحنا نشتغل على الباكيجينج، لأن إحنا نفس ما نعرف إن العلب في لها اللي هي في أشياء اللي تكون رخيصة، لأن ده هو مثلاً يبي ما يبي يخسر على الباكيجينج، نمشي على أشياء رخيصة، في أشياء تكون لا وايد يبيها تكون فخمة، فحنشتغل على هو كبراند وين يبي يشوف صورته فيها. حلو. تكلم عن البرودكت الموجودين اليوم. عندنا منظفات، احنا اشتغلنا على الفورمولا مالتها، فعندنا هاي المنظفات تقدرون توفرونها حق اصحاب الاعمال انهم يبيعونها في محلاتهم. ايه، وباسم البراند مالهم يعني. حلو. عندنا مثلا قطع جلديه حق بعد حق ستورج حق المجوهرات، بعد عندنا انواع وايد، في حتى حق اللي هما الصواني اللي وين تحفظين التجور في التجوري، يعني صواني التجوري بعدها منوفرها. حلو. حتى اللي هو الديسبلاي مال المحل، التصميم الداخلي حق المحل كله نشتغل عليه. عادة تعرفين أمل يعني مشروعكم يا في وقته، لأن شخصيا أعرف شخص كان بيفتح محل مجوهرات وحصل صعوبة في إنه هو يطبع هذه البوكسات مالت المجوهرات أو يحصل على بوكسات مجوهرات تليق بالمشروع اللي هو حاب إنه يسويه، فكلميني عن هذه البوكسات مال المجوهرات خصوصا إنك أمل يعني سنين من البحث. صح. هو احنا نفس ما قلت لك يعني نقعد مع صاحب المشروع ونشوف بالضبط هو كم البادجت ماله، وين يبي يشوف روحه، شو نوعيه البوكسات. يعني احنا طبعا احنا محلنا معروف بالبوكسات الورديه وتكون خشب، في مثلا اشياء تكون بيبر يعني ورقيه ورق مقوى، في اشياء تكون لا خشب مختلف عن هذا خشب مغلف بورق، بس في اشياء مثلا تكون افخم من كذي، فاحنا كله يعتمد على صاحب المشروع وشنو طريقه اللي هو البراندنج مال اللي يبيها اياه، فحنوفرهم له. جدا جميل. امل لو نتكلم شوي عن الموقع الالكتروني اللي اسستوه، شنو الخدمات اللي تقدمونها فيه؟ هو في بس مواعيد، اي شخص ممكن يدخل على الخدمات ويشوف هو وين يبي يشوف روحه، هل هو يبي يشوف روحه انه يبي يشتغل كتصميم مجوهرات يقدر يحجز موعد حق تصميم مجوهرات. نشتغل بعد مع حتى اللي اوريدي موجودين في السوق، لو عندهم الهامات معينه او عندهم تصاميم معينه احنا نشتغل على تطوير هذه التصاميم الى تصاميم يعني نفس الهام ماله، بس اللهم يتطور الديزاين. نشتغل على تصنيع قطع المجوهرات، يعني اذا عنده تصميم جاهز احنا نصنعه لو ما كان عنده مثلا مصنع في البحرين، يعني وايد اشياء نسويها، حتى كونسلتيشن نسويها. يعني اي شخص ممكن انه هو تحسينه شوي ضايع في مجال تاسيس مشروعه او هالامور، ممكن ان انتم تساعدونه في انه هو ياسس مشروعه بشكل صحيح. صح. انزين امل، انت من قطاع المجوهرات، وطبعا كل مشاريعك اسستيها تدور حول المجوهرات والمقتنيات الثمينه، اذا بنتكلم عن هذا القطاع خصوصا قطاع الذهب البحريني اللي احنا نشوفه حين السياح يتوجهون لهذا القطاع، شلون تقيمين الوضع هذه الفتره؟ دائما الذهب البحريني هو نمبر 1 في الخليج كله، يعني لما نروح مثلا السعوديه او نروح الكويت او حتى عمان، لما تشوفين قطع مكتوب عليها ذهب بحريني تكون الأفخم وتكون الأغلى حتى،
لان الذهب البحريني معروف واحنا لازم نحافظ على هذه اللي هو صيت الذهب البحريني واللؤلؤ البحريني. يعني انا لما اتحكي عن الذهب البحريني او قطاع المجوهرات اللؤلؤ البحريني لا يستثنى عن هاي القطاع. احنا متميزين فيهم ومن المهم ان احنا نشتغل على ان احنا نحافظ على هاي القيمه حق الذهب واللؤلؤ البحريني. جميل جدا من خلال سعيك ومن خلال الصوره اللي حطيتها حق مشروع لكجرينا ومن خلال الهدف اللي اسستي من علشان هذا المشروع، شلون تشوفين مثلا السنين القادمه في مجال الذهب والمجوهرات؟ ان شاء الله يكون مزدهر ويدعم الاقتصاد البحريني، خصوصا ان احنا حين الحكومات تركز على موضوع اللي هو القطاع الاقتصادي واقتصاد البحرين، وهذا المجال احسه جدا مساهم في هاي رؤيه الحكومه. نعم امل، ما ابي اختم معك اللقاء قبل ما نتطرق لنقطه جدا مهمه، نقطه معارض المجوهرات اللي قاعده تصير في الاونه الاخيره خصوصا على مستوى البحرين او على مستوى الخليج، ايش قاعده تحسينها ان هي تاثر في ازدهار هذا القطاع؟ تاثر بشكل كلي. يعني احنا بالنسبه لنا احنا في محلات المجوهرات كلها في البحرين عندنا نوفمبر جولري اريبيا اتس ذا بيست سيزون. حاليا نشوف بعد في توجهات من الدول الخليجيه الاخرى، مثلا السنه كان في معرض في الرياض، الكويت كان يعني من سنين كانوا يشتغلون بس انه صاروا في فتره واحده وكلها معارض كانت ناجحه. نعم. وفي وايد مشاريع بحرينيه طلعت للرياض وطلعت للكويت. يعني سمعت من اصحاب المشاريع ان كانت مشاريع ناجحه بالنسبه لهم، خصوصا ان اكثر مشروع بحريني شارك خارج الدوله، صح؟ صح. يعني المشاريع البحرينيه اللي الحين قاعده تطلع حق المعارض يعني كان يعني الفيدباك مالهم انه كان وايد في اقبال على الذهب البحريني نفسه. طبعا امل الماجد نورتينا اليوم، مؤسسة لكجرينا استديو، احنا دائما نستضيفك كمصممة مجوهرات. هذه اول مره لكجرينا. اي اول مره لكجرينا، وان شاء الله تحققين كل هذه الاهداف ونشوف مجال المجوهرات مزدهر اكثر ان شاء الله في الايام الجايه. شكرا لكم خديجه على الاستضافه، ما قصرتي. تستاهلين كل خير امل طبعا. وبكذي مشاهدينا انتهت فقره مقتنيات لهذا الاسبوع، وعوده مع الزملاء. شكرا للزميلة العزيزة خديجة الكوهجي على هذه الفقرة في فقرة مقتنيات. ومن مقتنيات إلى أكثر شيء ممكن نقتنيه وهو العلم، لأن التعليم يشكل اللبنة الأساسية المهمة في حياة الأطفال، بحيث تكون حجر الأساس لباقي مستويات التعليم عندهم. ومعالجة أي قصور في هذه المرحلة يشكل مباشر أو غير مباشر على التأثير على مستوى تحصيل الطالب في مراحل دراسته المتقدمة. نعم بكل تأكيد عبد الله، لذلك يسعى المعنيون من ذوي الاختصاص لسد أي فجوة يعتقدون بحسب ما يشوفونه أنها من الممكن أن تشكل عقبة في مسيرتها الدراسية. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. إن للتعليم الابتدائي أهدافاً هامة لعل أبرزها التطور البدني والعقلي والوجداني وتحقيق الاستقلالية وتعزيز الذات وتنشئتهم اجتماعياً، حيث يحسن التعليم الابتدائي وعي الأطفال وإدراكاتهم مما يضمن التطور النمائي الطبيعي لكل القدرات النمائية والأكاديمية. وعند اختلال هذه المرحلة الذهبية للطفل لأي سبب كان، كجائحة كورونا مثلاً التي منعت العديد من الطلاب من الدراسة الحضورية والتفاعلية، وأظهرت ما يسمى بالفاقد التعليمي للأطفال الذي يشابه إلى حد كبير صعوبات التعلم أو بطء التعلم. جائحة كورونا والأثر السلبي اللي ألقت بدلاله على مختلف فئات الأطفال، جائحة كورونا كان لها كثير تأثير حتى على الأطفال العاديين، خصيصا الأطفال اللي كانوا في مرحلة التأسيس الدراسي، صف أول وثاني وثالث، هذه المراحل الصفوف الثلاث الأولى أو حتى لغاية الصف الخامس، كان في تأثير كثير سلبي عليهم. تجربة الأونلاين كانت تجربة جديدة على مختلف المجتمعات الدراسية في مختلف الدول العربية. معظم الأهالي اختارت الدراسة عن بعد حماية لأطفالهم،
من موضوع الوباء اللي حصل، ولكن بعد عودة الحياة إلى طبيعتها وفتح المدارس من جديد والتعليم الوجاهي اللي من جديد، وجدنا أن كثير أطفال وصلت لصفوف خلينا نحكي الرابع أو الخامس وعندها فاقد تعليمي بشكل كبير نتيجة الثلاث سنوات اللي مضت في كثير من المهارات اللي الأطفال لم تكتسبها على المستوى الأكاديمي والمستوى الدراسي. تفوت قدرة الأهل على توفير موارد التعليم الإلكتروني والحماية المفرطة والعزل الاجتماعي وخشية الإصابة بالعدوى خلقت فرصاً غير متكافئة تسببت بتفوق طلاب وتأخر طلاب آخرين، مما يتطلب تدخل سريعاً ومدروس يعمل على ضمان التعليم الصحيح وسد الفجوة التعليمية. في جانب آخر كمان لاحظنا عند الأطفال وجود بعض الاضطرابات أو خلينا نحكي الضعف في المجال الاجتماعي. الأطفال في هذه المراحل العمرية وجدنا أن مهاراتهم الاجتماعية لا تتناسب مع أعمارهم نتيجة التأثر في فترة الحجر والتباعد الاجتماعي اللي حصل في فترة الجائحة، كذلك الجانب الوجداني والعاطفي. إن التشخيص السليم والحصول على برامج متكاملة لتنمية وتحسين المهارات الأساسية للطفل يعتبران من أهم العوامل التي تعمل على سد هذه الفجوة لتنشئة جيل واعد من الأطفال قادراً على مواكبة التطور التكنولوجي في مجال التعليم. مشاهدينا بنتكلم أكثر عن التعليم وعن الجانب التعليمي وأيضاً الفاقد التعليمي، لذلك انضم معنا الأخصائي أو أخصائي علم النفس الكلينيكي الأستاذ محمد الملاح مدير عام مركز كيان للتأهيل والاستشارة. يا أهلا يا مرحبا فيك، صباحك خير أستاذ. صباح الورد. وسهلا فيك وصباح الخير، وصباح الخير لجميع المشاهدين والمتابعين والمستمعين، كذلك بنشكركم على هاي المقابلة إن شاء الله الشيقة، بنشكر مؤسس الإذاعة والتلفزيون، وأهلا وسهلا فيكم. يا أهلا يا مرحبا فيك أستاذ محمد. يعني من خلال هذا التقرير قاعدين نشوف الفاقد التعليمي، إحنا اليوم لما بنتكلم عن الفاقد التعليمي وبنشرحه بنوضحه أكثر للسادة المشاهدين، شنو نقصد اليوم إحنا بالفاقد التعليمي؟ طبعا الفاقد التعليمي مصطلح قديم وجديد، لكنه أصبح أكثر رواجا خلال فترة جائحة كورونا في السنوات الماضيتين، وكثير من الأخصائيين الأكاديميين والخبراء الصحة وكذلك خبراء التربية والتعليم عرفوا الفاقد التعليمي بأنه الخسارة العامة في المهارات المعرفية والتعليمية للطلبة، كذلك تم تعريفه الفرق بين ما حصل عليه الطفل اكتسبه الطفل ولم يكتسبه الطفل. كذلك عمل لدينا الفاقد التعليمي أو الفاقد التربوي أكثر من يسمى إله أو الأكاديمي فجوة في التعليم بينما سوف يحصل عليه الطفل وما حصل عليه الطفل في مرحلة معينة من التعليم. نعم. من هم المعرضون للفاقد التعليمي أستاذ اليوم، يعني في هذا الوقت وفي هذه المرحلة؟ المعرضون الطلبة في خاصة، جميع الطلبة هم إحنا بنحكي، لكن المعرضين أكثر كانوا طلبة في الصفوف الأولى، طلبة الروضات، كذلك طلبة التربية الخاصة، أطفال التربية الخاصة وصعوبات التعلم وبطء التعلم، أكثر ناس تعرضوا لهذا الفاقد التعليمي. نعم أستاذ، يعني اليوم إحنا لو بنتكلم عن هذا الفاقد التعليمي، يمكن مثل ما ذكرت ومثل ما وضحت أنه يمكن بسبب جائحة كورونا يتعرض الطلبة أو حتى الأطفال للفاقد التعليمي، إحنا اليوم لو بنتكلم أيضا عن هذه الأسباب وشنو ممكن تأثر في المستقبل على هذه الأطفال اللي تعرضوا إلى الفاقد التعليمي؟ طبعا الأسباب عديدة، يعني مو للحصر، يعني في عندك أسباب عديدة مثل الأسباب المرضية، مثلا طفل مريض ما بروح على المدرسة، عنده مرض مزمن دائما بروح على المستشفى، فهذا ما بحضر دروس وهذا يعتبر فاقد تعليمي. مثل جائحة كورونا طبعا سنتين الأطفال ما يروح على المدارس يعتبر فاقد تعليمي. كذلك في عامل من العوامل أو الأسباب الأسرية، مثلا حالات الطلاق والزواج والانفصال بين الزوجين يؤدي إلى إهمال الطفل وعدم متابعته وعدم تقييمه يؤدي إلى الفاقد التعليمي. أسباب مادية، تدني دخل الأسرة خلال جائحة كورونا
في بعض المناطق يعني كان عندهم تدني في دخل الأسرة، عندهم مثلا أكثر من طالب بالمدرسة ما بيقدر يشتري لكل طالب آيباد أو تليفون عشان يكمل امتحاناته أو يدرس دروسه، هذا أدى كمان إلى الفاقد التعليمي. كمان المناطق اللي فيها حروب وكوارث وفيضانات ما بيقدروا مثلا يروحوا على المدارس، فأدى إلى فاقد تعليمي. طبعا يوجد الكثير من الأسباب التي أدت إلى الفاقد التعليمي، خاصة الطلبة اللي بيعانوا من صعوبات تعلم. نعم، اليوم أستاذ محمد يعني في صعوبات تعلم وفي فاقد تعليمي، شلون احنا ممكن يعني نقول أن نفرق ما بينهم عشان نوضح حق السادة المشاهدين؟ طبعا شيء أكيد في فارق كبير بين صعوبات التعلم وبطء التعلم والفاقد التعليمي أو التأخر الدراسي. طبعا صعوبات التعلم بتكون نسبة ذكاء الطفل، إذا عملنا له اختبار ذكاء على مقاييس الذكاء بتكون نسبة اختباره 90، إحنا الطبيعيين دائما نسبة ذكائنا 90-95 فما فوق. أما بالنسبة لطالب بطء التعلم بتكون نسبة اختباره أقل من 85-70-75-78، هذا يقع في الفئة الحدية. لكن الطفل أو الطالب الفاقد للتعليم أو اللي عنده تأخر دراسي كذلك بكون عنده نسبة الذكاء طبيعية عادية 90 مثل صعوبات التعلم. لكن شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم أنه طالب صعوبات التعلم عنده ضعف في القراءة، في الكتابة، في الحساب، في مادة أو أكثر من مادة. لكن طفل أو طالب بطء التعلم دائما بتلاقي عنده صعوبات جمع انخفاض في مستوى القدرات العقلية في كل المواد. لكن الطفل التأخر دراسيا أو الفاقد تعليميا تكون نسبة ذكاء طبيعية لكن عنده ضعف مثلا في القراءة أو في بعض المواد. صعوبات التعلم دائما عندهم اضطرابات سلوكية، من جزء تلاقي عنده نشاط حركي زائد أو تشتت في انتباه. طالب بطء التعلم بتلاقي عنده دائما ضعف في الدافعية للتعليم. طفل التأخر الدراسي بتلاقي دائما عنده اكتئاب ملحوظ، لأنه هذا احتمال يكون عنده مشاكل أسرية في البيت. نعم، الحين يمكن صنفناهم إلى ثلاثة أصناف، يمكن خصوصا الطلبة اللي فاقدين للتعلم أو فاقد الفاقد التعليمي عفوا، أو حتى الأشخاص اللي عندهم بطء في التعلم، شنو الحل؟ هل على عاتق المدرسة كل هذه المشاكل أنها هي اليوم ممكن أنها هي تحلها، أو الأخصائيين النفسيين ممكن يدخلون في هذا الموضوع، أو حتى أولياء الأمور اليوم؟ طبعا المدرسة والمعلم والمجتمع كلهم حلقة وصل مع بعض. نعم. أما بخصوص هاي الطلبة، المدرسة إلها دور، المعلم إله دور، أخصائي أو المعلم إله دور، كذلك الأسرة إلها دور. طبعا كيف بدنا نفرق بيناتهم؟ اليوم أدوات التشخيص والتقييم مع التطور العلمي والتكنولوجي أصبحت أدوات التقييم بين أيدينا يعني كثيرة. طبعا طفل صعوبات التعلم بتشخص لحال، بطء التعلم له اختبارات خاصة، فاقد التعلم كمان له اختبارات تحصيلية، طفل التوحد له اختبار غير، أطفال اللي عندهم إعاقات عقلية لهم اختبارات غير، الاضطرابات السلوكية لهم اختبارات غير. اليوم أدوات التقييم صارت متعددة بإيدينا، لكن أهم شيء في هذا اختبارات الذكاء. يعني إحنا أي طفل بيجينا مثلا نبدأ نقيمه، نبدأ نقيمه على اختبار الذكاء. طفل جاب معاي 90 اختبار الذكاء، خلص ما بروح على التوحد ولا على الإعاقة العقلية، بطلع على صعوبات التعلم، ما بنزل على بطء التعلم، ببدأ أجهز له اختبارات في صعوبات التعلم التحصيلية، لأنه بكون عنده تدني في الإدراك البصري أو الإدراك السمعي أو الذاكرة أو الانتباه. نعم نعم، اليوم أستاذ محمد يعني إحنا نعرف أن الفاقد التعليمي موجود، ولكن من هي الأكثر فئة عمرية اللي تعاني من هذا الشيء؟ طبعا الفئة العمرية من 2 إلى 8 سنوات هذا اللي لاحظناه حاليا بالثلاث شهور السابقة، أكثر الحالات اللي بتراجعنا أو بتستشيرنا تلفونيا أو في المركز أكثر الحالات من عمر 2 إلى 8 سنوات. لأنه في أمهات وأسر أهالي بتقول لك أنا ابني من يوم كورونا ما بعرف الألوان، ما بعرف يكتب، ما بعرف يقرأ، ما بعرف الحروف. طبعا الأهل أو الأسر صار عندها شوية خربطة بين صعوبات التعلم بين الاضطرابات الأخرى، اضطرابات التوحد أو الاضطرابات النمائية.
طبعا كل شيء له اختبارات، ويعني انا اجاني بعض الطلبه بالصف الثالث لا بيعرف يقرا ولا يكتب ولا يعرف الحروف ولا يعرف الارقام. ليش؟ الام بتقول لك جائحه كورونا وكان بالبيت. في بعض الاسر كان لها دور سلبي في جائحه كورونا، لانه هم كانوا يحلوا الاسئله للاطفال لاولادهم اثناء الامتحانات، كانوا يحلوا لهم الاسئله، فالان بين الاثر السلبي على الطلبه. نعم. اليوم شنو دور الاسره؟ يمكن في اسر كانت غلطانه ايضا في جانب التعليم عند ابنائها، وفي اسر يمكن توجهت لكم من اجل الحلول. اليوم شنو دور الاسره بالتحديد؟ طبعا دور الاسره والمدرسه او المركز دور متكامل. دور الاسره انها تتابع ابنها في التدريس وفي التعليم، لكن تجد حاليا صعوبه في ان الام تتابع ابنها كونها هي موظفه والاب موظف، فبيجوا تعبانين صعب يتابعوا ابنهم، بجوز يحطوا له اخصائيه او استاذ او علمهم، وما بيعرفوا شو قدراته التحصيليه للطفل، شو بيعرف يكتب وشو بيعرف يقرا. لازم متابعه الطلاب يوميه، تقييم من قبل الاهل، تعال خلني اقيم ابني شو بيعرف يكتب، شو بيعرف يقرا، شو بيعرف بالعلوم. كمان دور وزاره التربيه والتعليم تخفف الواجبات عن الطلبه، زخم الكتب هاي. الاطفال الصغار اللي عمر سنتين لازم تدريسهم وتعليمهم باللعب الترفيهي. نعم. يعني استفدنا منك الكثير استاذ محمد الملاح، كل الشكر لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم وجزاكم الله خير، ونشكركم الاستاذ الدلال والاستاذ عبد الله وجميع القائمين على تلفزيون مملكه البحرين. نعم. شكرا. نعم. شكرا جزيلا لك، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. مشاهدينا، مثل ما سمعنا الفقر التعليمي شيء اساسي، شيء ان احنا ممكن نقدر نكمل عليه من خلال الكثير من الامور، من خلال التعليم المستمر، من خلال زياره الاخصائيين النفسيين اللي ممكن اكيد يوجهون لنا الحلول المستفاده من خلال اكيد عشان نحن يكون عندنا ابناء مستفيدين، ابناء مكملين كل مراحل التعليم. نعم. نعم بكل تاكيد. والاهم يا عبد الله ومشاهدينا ان احنا لازم نركز على هذا الدور، خصوصا في وقت الأزمات ووقت الجائحة. يعني فعلا. مثل ما قال الأستاذ محمد أن وقت الجائحة كان هو الفاصل ما بين أن يحدث هذا الشيء أو ما يحدث. فعلا فعلا. مشاهدينا، وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا اليوم. أذكركم أن أنتم تقدرون تتابعون هذه الحلقة عبر قناتنا في اليوتيوب، أكيد تقدرون أن أنتم تتابعون باقة برامجنا عبر تطبيق BHTV and Radio. أكيد نشوفكم بكرة، مع السلامة. في حفظ الله ورعايته.